وقعت كل من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومركز ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي وبهذه المناسبة اكد سعادة السيد محمد علي القادر الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية ان توقيع المذكرة يدعم ويحقق توجهات وتطلعات الحكومة المقرة على صعيد تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومواصلة استثمار التكنولوجيا للارتقاء بالعمل الحكومي وتحسين جودة مخرجاته من الخدمات والحلول المبتكرة المقدمة للمجتمع من جانبه اكد الدكتور عبدالله بن ناصر النعيمي الرئيس التنفيذي لمركز ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء